أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا وسهلا بكمون الحميد. كنا عايزين نعرف رأي حضرتك يا دكتور في مسلسل الشباب اللي بيقتلوا الفتيات اللي بيحبوهم سواء في مصر ولا في الأردن. ده غلط طبعا، ده المفروض يساعدوهم. يساعدوهم يا دكتور، يساعدوهم على إيه يا دكتور؟ يساعدوا الولد عشان يتجوزها، وبعدين؟ عشان بعد ما يتجوزها يقتلهم كلهم، يقتل كل اللي تساعدوه. يا للدرجة دي الجواز وحش يا دكتور؟ طبعا متعرفش ولا يعني انت مش مستريح في الجواز بتاعك؟ انا جبت حته قصاب كده من الصيدليه لمراتي، فبصيت لي كده دي حاجه ضحك صفرا بحلقت لي بعينيه. وبعدين يا دكتور؟ دخلت الحمام عشان نزل مكان البحلقه، لقيت فيه الباجيه. دخلت المطبخ لقيت فيه كزلة. دخلت اوضه النوم لقيت في الدولاب الباجيه. يا نهار ابيض يا دكتور. طب وانت يعني مشيت في البيت ليه؟ ما انت عارف مكانهم اهو. لا انا مشيتها، ما بخافش، انا مش خايف، امال انا ايه؟ بس كان عندي شغل في المسرح 4 5 شهور. 4 5 شهور في المسرح؟ اه يا نهار ابيض يا دكتور. فريقوس يا نهار، شكرا جات للمسرح.